السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية أحب أن أبارك للجميع، بداية من قيادتنا ثم لعموم الشعب بقدوم هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعليكم جميعا شهر رحمة وخير وبركة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهرا يرتفع فيه الوباء والداء عن الناس، فنحن نستبشر الخير في ذلك. وأثني بالشكر لقنوات العين الإخبارية وجميع المنصات على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الموضوعات الجميلة التي يحتاج إليها الناس في هذه الأيام. لا شك أن العالم اليوم من شرقه إلى غربه شغله الشاغل، وحديثه هو الكلام عن كوفيد-19 وهذا الوباء الذي عم العالم بأسره. وهذا الوباء لو نظرنا إليه من الناحية الشرعية هو قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهي من تقديرات الله عز وجل. ويحضرني في هذا مقولة فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما أراد أن يذهب إلى بلاد الشام فأخبر بطاعون عمواس فرجع، فقيل له تفر من قدر الله، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فجعل هذا الوباء وهذا الطاعون من أقدار الله سبحانه وتعالى. ولكننا، وأقول للناس عبر يعني هذا البث، نحن متفائلون، ونظرة الإنسان المسلم نظرة إيجابية ونظرة تفاؤلية بأن هذا الوباء إنما هي لحظات. والعلماء يقولون إن الشدة بتراء، يعني ما تستمر، يعني مثل هذه المواقف الابتلاءات العامة والخاصة التي تمر في الحياة تلبث يسيرا وتعطي الناس الدروس ثم تذهب. وفي ذلك يعني قبل فترة ذكرت بعض الكلمات المهمة التي تبعث التفاؤل في حياة الناس، فكنت أقول إن حدثوكم عن داء مخيف فحدثوهم عن رب لطيف، وإن حدثوكم عن مرض مميت فحدثوهم عن رب مقيت، وإن حدثوكم عن بلاء عظيم فحدثوهم عن رب رحيم. هكذا هو التفاؤل الذي ينبغي أن نعيشه مع مجيء هذا الابتلاء الذي عم العالم. وفي الوقت نفسه، نحن في هذه الأيام ونحن في أول يوم من أيام شهر رمضان، والناس كانت متشوقة ومتعطشة، وهذه فطرة في الناس أنها تحب شهر رمضان لما فيه يعني من الطقوس والعبادات والروحانية التي يعني يتلذذ بها الإنسان ويشتاق لها. يعني بمجرد ما ينتهي رمضان الناس يؤملون متى يأتي رمضان القادم. فجاء رمضان بما يحمل في طياته من الخيرات والبركات والرحمات، أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران موصدة، وكل هذه رحمات وتتضمن في طياتها ليلة هي خير من 1000 شهر، وفيها تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وموسم للتواصل وللتسامح بين الناس والمعاني الإيجابية الجميلة. لكن مع ذلك التساؤل الذي يعني دائما يطرحه الناس مع أول يوم من رمضان، وقد كثرت الأسئلة، كيف تكون الفرائض في ظل كورونا؟ كيف تكون الفرائض في ظل هذا الوباء، في ظل هذا
المرض، كيف تكون الطقوس العبادية في شهر رمضان وفي ظل وجود هذا المرض؟ هذه تساؤلات يعني ما تنفك عن الناس في هذه الأيام. ونحن إذا يعني جئنا إلى يعني عنوان الكلمة في هذا البث القصير، وهي الفرائض في يعني ظل مرض كورونا أو وباء كورونا، لو ننظر إلى الفرائض الأساسية اللي يحتاج إليها الناس ويتساءل عنها الناس، نجد هناك بداية فريضة الصلاة، ثم فريضة الزكاة، ثم فريضة الصيام، أبرز الفرائض هذه في مثل يعني هي من الأمور التي معتادة، يعني الصلاة من الفرائض اليومية التي لا ينفك عنها الإنسان، لكن الزكاة من الفرائض السنوية، والناس يحرصون أن يكون زكاتهم في شهر رمضان غالبا، وأيضا عندنا الصيام وهي أيضا من الفرائض السنوية، يعني شهر في السنة في شهر رمضان. فكيف تكون هذه الفرائض؟ ابتداء مع فريضة الصلاة، لا شك أن فريضة الصلاة يعني من أهم الفرائض التي ما يتخلى عنها الإنسان في لحظة من اللحظات، وهي راحة الإنسان وطمأنينة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك مع بداية الأزمة أكثر الناس كانوا يتساءلون كيف الصلاة، كيف نصلي إذا جاء رمضان، كيف يكون جانب الصلاة. لا شك أن الصلاة في ظل هذه الظروف التي نعيشها، ومع قاعدة حفظ النفوس، الله سبحانه وتعالى حذرنا من قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم، وحذرنا من إلقاء النفس في التهلكة، وأيضا من القواعد العامة في هذه الشريعة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. فقرارات ولاة الأمر في الحقيقة مثل هذه القرارات التي يعني تحث الناس على التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار هذا المرض في سائر أماكن التجمعات من القرارات الحكيمة، وهذا القرار في الحقيقة موجود كما نراه في أغلب الدول اليوم، والهدف من هذا القرار هو مصلحة الناس والحفاظ على الناس. فمثل هذا القرار وهو منع الصلاة في المساجد قرار في مصلحة الناس، وهو قرار مؤقت، ما في شك أن بعد ما ترجع الأمور وترجع المياه إلى مجاريها والحياة إلى طبيعتها، لا شك أن نحن بعد هذه الفترة سنرجع إلى بيوت الله عز وجل، لكن الإنسان له أن يصلي في بيته. وجاء ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في رخصة أقل من هذه الرخصة، يعني في الوحل وفي المطر النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يصلوا في بيوتهم، صلوا في رحالكم، هذا في حال المطر شرع ذلك، فكيف في حال هذا الوباء المميت؟ فيشرع للناس أن يصلوا في بيوتهم، أن يصلوا جماعة في بيوتهم، تصلى صلاة الجماعة في البيوت، ويحتسب الإنسان الأجر، لأن الإنسان يعني إذا كان يعمل بعض الأعمال، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجور مستمرة بإذن الله عز وجل، فأنت تحتسب هذا الأجر. يعني لو كنت تصلي في رمضان دائما في التراويح وأنت الآن مفتقد هذا الأمر، صلاتك في البيت لك نفس الأجر، لك نفس الأجر، لأنك تركت هذا الأمر لعذر ولرخصة، والرخص هذه في الحقيقة رحمة من الله سبحانه وتعالى، الرخص رحمة من الله عز وجل. فللإنسان أن يصلي الجماعة في بيته،
ويصلي الجمعة في بيته، لكن طبعا تصبح ماذا؟ ظهر، تصبح ظهر، لأن هيئة الجمعة يعني باتفاق العلماء أن الجمعة لا تكون في البيوت.